وللحديث عن الزيادة السكانية في العراق وسط عجز حكومي في تأمين السكن المناسب مع تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، معنا من عمان الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي العراقي. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. يعني مئات الآلاف من العراقيين بلا سكن وسط زيادة سكانية يبدو أنها غير متوقعة لدى الحكومة، برأيك ما الذي يبرر غياب تنفيذ مشاريع السكن رغم الواردات المالية الضخمة كما تعلم؟ حقيقة أزمة السكن في المدن العراقية تمثل حقيقة حالة تراكمية للأخطاء، خصوصا في الجانب التخطيطي والإسكاني للدولة. لذلك على مدى سنوات عديدة في اعتقادي من خمسينات القرن الماضي ولغاية اليوم هي أزمة يعيشها المواطن العراقي بشكل خانق، وخصوصا في مراكز المدن ومنها بغداد بالدرجة الأساسية، علما بأن العراق يحتاج لغاية اليوم ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية لتخفيض وتخفيف عدة السكن وما يعيشه المواطن من أزمة بشكل خطير جدا، خصوصا على دخله الشهري. لذلك نلاحظ أن الزيادة خصوصاً ما بعد 2003 ارتفعت بشكل كبير جدا، فاقت كل توقعات ما يوجد من نمو سكاني في العالم، حيث يتراوح بحدود حوالي 2.9 إلى 3.1%، أي بمعنى أن العراق يزداد سنويا ما لا يقل عن 1,350,000 إلى 1.5 مليون سنويا، وهذا خطرا كبيرا حقيقة في مسألة توفير الخدمات بكل أشكالها، الصحية، التعليمية، السكن، الطب، التعليم وغير ذلك، التموين، الطرق، المواصلات وغير ذلك. لذلك نلاحظ الأزمة خانقة بحيث وصلت مراحل بعد 2003 هناك أنشئت مدن عشوائية حول المدن الأساسية القديمة، ما نشاهده في بغداد بأي منطقة فضاء موجودة كأراضي تمت عمليات بناء عشوائي واستيلاء من قبل كثير من العوائل سواء الفقيرة أو عملية دفع من قبل حالات الفساد وعمليات البطالة وعدم وجود مواقع عمل جديدة من المناطق الريفية إلى داخل المدن. نعم. طيب دكتور صباح، يعني كيف تقرأ تصريحات الحكومة بأن الزيادة السكانية في العراق تهدد اقتصاد البلاد، ولربما هذا يعني يتوافق مع ما ذكرته، ولكن إلى أي مدى يعني تعكس هذه التصريحات تصريحات الحكومة عجزها عن إيجاد حلول آنية ولربما بعيدة أيضا؟ حقيقة الزيادة السكانية بالعراق خطرا كبيرا على مسألة التنمية، حيث أن الإيرادات الداخلة كبيرة جدا وتغطي ضعف الخدمات بكل أشكالها، ولكن وجود حالة الفساد الإداري والمالي وسرقة الأموال وتهريبها إلى خارج البلد هو الذي شكل نقطة خطيرة جدا في تعاظم الأزمات، ومنها أزمة السكن إضافة إلى أزمات الكهرباء والماء والطرق وغير ذلك. لذلك نلاحظ تحاول قوى الفساد المسيطرة على إدارة الدولة حقيقة وضع هذا العامل الأساسي تعتبره النمو السكاني، أن النمو السكاني لا يكفي من حيث مسألة وجود الإيرادات الداخلة إلى العراق، علما بأن الإجمالي المحلي 2020 رغم انخفاض كان بحدود حوالي 92 مليار
إذن هناك سرقة للأموال التي لم توظف بشكل سليم وصحيح لعمليات البناء للبنية التحتية بغض النظر عن الزيادة السكانية. نفس الوقت النمو السكاني لغاية الآن الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط لم تضع أي شكل من أشكال الشروط والعوامل الأساسية لتحديد النمو السكاني بطريقة تخدم عمليات البناء المدن الجديدة أو القرى أو غيرها. طيب دكتور صباح، يعني بتوازي مع ذلك الحكومة تتحدث عن منح أراضي لحل أزمة السكن، ولكن لربما على حساب تجريف الأراضي الزراعية، وهذا يأخذنا إلى أزمة جديدة لربما، ما رأيك؟ نعم، هذا جانب خطير جدا، وهو أن الاستيلاء على الأراضي الزراعية أو الأراضي الصالحة للزراعة، نلاحظ عمليات التجريف والتصحر أعطت إمكانية عالية جدا لتشويه النمو الزراعي، عمليات الاستثمار الحقيقية. بنفس الوقت هناك دافع خطير جدا لاستيلاء الفساد على مثل هكذا مشاريع في مسألة توزيع الأراضي، ونحن مقبلين على انتخابات قادمة بعد أقل من 4 أشهر. نلاحظ هذا سيشكل دعاية واضحة، ولكن شعبنا في اعتقادي أصبح واعيا لما حصل في الانتخابات السابقة في مسألة توزيع الأراضي والمشاريع الوهمية التي يمكن أن تطرح ليس فقط من قبل الحكومة بل من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية الموجودة في إدارة الدولة. نعم، إذن الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي العراقي كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.